الواقع ديال الاعتداء على الطفله ملاك من طرف الام ديالها والتعنيف بهذيك الطريقه البشعه اللي تم التوثيق ديالها من خلال واحد الفيديو تسرب ليله الامس الثلاثاء اكيد خلق واحد ردود متباينه قويه جدا من خلال التعاليق ديال واحد المجموعه ديال الفيسبوكيين والفيسبوكيات، وكل واحد عنده الضره ديال الانسانيه اكيد استغرب كيفاش ام كتقوم بهذيك سلوك البشع في حق واحد البنيته، وكيفاش هذيك البنت كانت كتوسل لخاها ولماها وبها ولا احد حرك ساكنا، ظروف كيفاش واقع هذاك الشيء في شهر 4 ديال 2020 يعني ابريل يعني تقريبا واحد 7 شهور ولا 8 شهور. اكيد على السؤال علاش تم التسريب ديال هذا الفيديو في هذا الوقيته بالضبط، علاش هذا سؤال من خلال لقاء ديالنا مع الاب ديال البنيته وبالحضور ديالها اكد بان فعلا السلوك كان زايد، ولكن الام كان عندها الهدف هو التربيه ديال البنيته ديالها وتكون القدوه. علاش؟ لان هي ما تهضر معها باش وشنو المشكل هو انك كتاكل الخنونه ديالها ودفرين. ومني سولت انا البنيته بالحضور ديال الاب ديالها قالت لي بان ماما عيات ما تعلمني عيات ما توصي فيا عيات ما تهضر معايا، وهذيك النهار شبرتني عطاتني ديك السلخه بهذيك الطريقه هذه وتعدات عليا، ولكن انا السبب حيت انا عندي جوج خوتي بناء دراري صغارين توام، ما بغاتش ماما تدوز لي هذاك، انا ندوز لاخوتي هذاك السلوك. ولكن كيف ما كان الحال تحت اي ذريعه تحت اي سبب يستحيل ان الانسان يقبل الام او لا اي واحد يدير هذيك الطريقه اللي تمارس على ديك البنيته. وحتى هذيك الاخ ديالي اللي كان كيصور عوض ما يفرض انك الوقت حتى اللي كان كيصور كان على الاقل يتدخل يعتق خصو، والاب كذلك اللي كان جالس في الصاله حسب الفيديو اللي تنشر عوض انه كان يكون الدور ديال المتفرج اكيد كان خصو يعتق البنيته ديالو على الاقل من ناحيه الدعم النفسي. بالنسبه للبلاغ ديال الولايه ديال الامن بالنسبه لنا حنايا يعني هذوك البلاغ يتبنى على معطيات كتعطى طاقا من الطاقه الاقليميه ديال مدينه الهريش وطبقا للمعطيات اللي كتوصل لها الشرطه القضائيه. بالنسبه لنا حنايا كجمعيه حقوقيه هاد المعطيات هذه والمستجدات الاخيره بان المعنيه بالامر اللي هي الام ديال الضحيه الطفله ملاك تم الوضع ديالها تحت الحراسه النظريه يلا هاد تقريبا هاد الوقيته هاد الساعات الاخيره. اما في كان تم تعليمات على اساس ان اطلاق سراح او المتابعه ديالها في حال السراح مؤقت بناء على ان في الاول ما كانش الشهاده الطبيه. اليوم هذيك جويه 10 ل 11 الشرطه القضائيه انتقلت مع الاب والطفله التلميذه مشاو وحصلوا على شهاده طبيه، غير ان الشهاده الطبيه المده ديال من شهر 4 الى حدود الان اكيد لا تراس او لا العنف العلامات ديال العنف ما غيكونش باينين، ولكن الفيديو والثقل لواحد مجموعه ديال السلوكات اكيد من خلال البحث التمهيدي وضع المعنيه بالامر تحت الحراسه النظريه. الشرطه القضائيه بمدينه العرائش بالخبره اللي كيواكبوها من خلال ملفات كثيره اكيد غادي يخرجوا واحد المجموعه من المعطيات لصالح القضيه. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.